السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنشر واحدة من أخطر وأهم طائراتها المقاتلة على الإطلاق في الشرق الأوسط، وذلك من أجل ردع روسيا بشكل مباشر. وهذا جاء بإعلان رسمي وواضح من القيادة المركزية الأمريكية يوم أمس بهذا الشكل، وبتصريحات مباشرة من قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا، الذي أعلن بشكل واضح أن دبابة الجو طائرة F-22 رابتر قد انتشرت الآن في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل ردع روسيا بشكل مباشر. وهذه الطائرة ليست بالطائرة العادية أبدا، فهي الأكثر تقدما وتطورا بين الطائرات الحديثة، بالإضافة إلى ذلك أن قيمة الطائرة الواحدة تصل إلى 412 مليون دولار. وهذه الطائرة تعتبر طائرة شبحية قادرة على عملية التخفي من الرادارات وبسرعة عالية للغاية. سرعة هذه الطائرة تصل إلى 2500 وحتى أكثر من 2500 كيلومتر في الساعة الواحدة، أي ضعف سرعة الصوت، وعلى مدى أيضا يصل إلى أكثر من 3200 كيلومتر بالنسبة لهذه الطائرة، مدى عالي للغاية، وأيضا تحلق على ارتفاع 15 كيلومترا، دقة عالية في إصابة الأهداف. وهذه اللقطات التي ترونها هي قادمة من حقيقة ما تحركات هذه الطائرة من وجودها في منطقة الشرق الأوسط بهذا الشكل الذي ترونه، أي إنها انتشرت بشكل رسمي وأصبحت واضحة في هذه المنطقة. هذه الطائرة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أن في سبتمبر عام 2016 كان هنالك قانونا قد شرع في الكونغرس الأمريكي يمنع شركة لوكهيد مارتن المصنعة لهذه الطائرة من أن يتم بيع هذه الطائرة لأي دولة كانت. وطبعا كانت هنالك طلبات من اليابان، من استراليا، من إسرائيل لشراء هذه الطائرة، ولكن في نهاية المطاف لم تبيع الولايات المتحدة هذه الطائرة إلى أي دولة من هذه الدول التي نتحدث عنها الآن. وطبعا هذه الطائرة، لكي نعرف ما هو السبب الأساسي لوجودها الآن في منطقة الشرق الأوسط، هو ما يجري في سوريا تحديدا. ففي الفترة الأخيرة وبحسب التصريحات الرسمية القادمة من القيادة المركزية الأمريكية بأن هنالك نوع من الاقتراب الخطير والعمل الغير مهني والمحترف من الطيران الروسي، كما وصفتها طبعا القيادة المركزية الأمريكية بأن الطائرات الروسية عند عمل الطائرات الأمريكية والقوات الأمريكية في سوريا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، هذه الطائرات تقترب من الطيران الأمريكي بشكل خطير، وبالتالي أي سوء تقدير بأي شكل من الأشكال سيكون هنالك اشتباكا خطيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على مستوى الشرق الأوسط. وطبعا هذا ما لا يريده الجميع ولا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هي نشرت هذه الطائرات التي نتحدث عنها الآن بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وطبعا نحن رأينا تقاريرا في مسألة اقتراب روسيا والطائرات الروسية من الطائرات الأمريكية في سوريا تحديدا في أبريل على سبيل المثال. كان هنالك تقريرا نشر من الوول ستريت جورنال بتصريحات رسمية من الولايات المتحدة الأمريكية أن هنالك اقترابا من الطيران الروسي خطير، وكان من الممكن أن يؤدي إلى اشتباكات، كذلك أن هذا الأمر أساسا قد بدأ في شهر مارس من هذا العام عندما قامت روسيا بعملية مناورة خطيرة مع طائرة مسيرة أمريكية معروفة، ألا وهي الـ MQ-9 ريبر، والتي جاءت بهذا الشكل في البحر الأسود إلى جنوب طبعا شبه جزيرة القرم. بهذه الطريقة عصفت الطائرة، اقتربت الطائرة من طائرة الـ MQ-9 ريبر، وهذا التصوير طبعا نشرته الولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الدفاع الأمريكية هي التي نشرته. وسقطت هذه الطائرة طبعا، والتفاصيل سقوط الطائرة المسيرة آنذاك هو كان هنا شبه جزيرة القرم وأوكرانيا طبعا، وهذه هي إسطنبول وتركيا، وكانت هذه مناطق السقوط بحسب ما وثقته CNN الأمريكية. وبالتالي هنا سقطت في نهاية المطاف عندما حاولت الخلاص هذه الطائرة، أو محاولة بكل تأكيد العبور أو الهرب بأي شكل من الأشكال، ولكنها سقطت في نهاية المطاف، واعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية تصعيدا كبيرا. وروسيا آنذاك قامت بتكريم الطيارين والطيار الذي قام بهذه العملية، وهو ما وجدته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تصعيد خطير وتشجيع خطير للروس لكي يقوموا بمثل هذه الأعمال. وبدأنا بعد ذلك نراها في سوريا بشكل مباشر، أيضا انتشار طائرات الـ F-22 رابتر الأمريكية التي نتحدث عنها، هي تأتي بعد تقرير خطير شهدناه بداية هذا الشهر على الواشنطن بوست الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تحصلت على وثائق
استخبارية مهمة تؤكد بأن إيران وروسيا جنبا إلى جنب بدأوا بالعمل من أجل ولديهم خطط من أجل إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط وتحديدا من سوريا، وبأن روسيا منخرطة في هذه المسألة، وهو نفس الأمر بالضبط الذي تحدث عنه اليوم هذا القائد الذي ترونه، وهو قائد القوة الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط أليكس غريغويتش. هذا الرجل صرح إلى الديفنس وان بهذا الشكل اليوم، ولاحظ ما الذي قاله: الروس والإيرانيون يريدون رؤيتنا خارج سوريا، أنهم يتواطؤون مع النظام السوري ويحاولون إخراجنا من سوريا بأسرع ما يمكن. وعلى هذا الأساس وجود هذه الطائرات هي تأتي كمسألة رادعة ليس فقط للطائرات الروسية ومن مسألة اقترابها طبعا من الطائرات الأمريكية وطائرات القيادة المركزية الأمريكية أو التحالف الدولي الذي يعمل ضد تنظيم داعش الإرهابي، ولكن أيضا هي تأتي ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران إن كانت على المستوى السوري أو حتى على المستوى العراقي، لأننا يجب أن نتذكر بأن في شهر مارس تحديدا طائرات الـ A-10 Warthog التي تحمل قنابلا مهمة ألا وهي قنابل البانكر باستر مخترق القبو انتشرت أساسا في الإمارات العربية المتحدة طبعا إلى الأسفل من هذه الخارطة، وهذه الطائرات هي مخصصة في تواجدها بعد مقتل المتعاقد الأمريكي في ذلك الشهر تحديدا، وكانت هنالك اشتباكات خطيرة، وبالتالي أصبح للولايات المتحدة الأمريكية قوة كبيرة موجودة في الشرق الأوسط لردع روسيا ولردع إيران من أي محاولات ممكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك أن تحقق اتفاقا مهما مع إيران من شأنه أن يخفف من الكثير من التوترات التي نراها في الشرق الأوسط، والاتفاق يأتي مباشرا على المسألة النووية. تفاصيل جديدة نشرت على نيويورك تايمز كما تلاحظون يوم أمس، وكذلك اليوم على الاندبندنت العربية تحديدا، تفاصيل مهمة للغاية عن طبيعة اتفاق قادم وشبه مؤكد بل حتى مؤكد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وذلك يقوده هذا الرجل. بداية القصة كما تحدثت الاندبندنت العربية بأن أمير سعيد أرياني، وهو طبعا مندوبي إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قام باجتماع مع مندوب والمندوب الأمريكي بالشأن الإيراني روبرت مالي، اجتمع معه بشكل مباشر وبدأوا بمسألة التفاوض على الوصول لاتفاق نووي، وبعد ذلك بحسب التفاصيل التي نشرت أيضا بأن كانت هنالك عددا من الاجتماعات، طبعا عمان موجودة في مسألة هذه المفاوضات بعد زيارة مهمة للغاية أمريكية وثلاث زيارات كما نشرت الأوساط الأمريكية مؤخرا، وتحديدا يوم أمس عن ثلاث زيارات أمريكية واجتماعات ونقل رسائل غير مباشرة توسطتها إيران بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للعودة للاتفاق النووي. بالإضافة إلى ذلك الإمارات العربية المتحدة كانت هنالك عددا من الوفود الأوروبية، منها طبعا الوفود الألمانية وفد ألماني، وفد كذلك فرنسي، وكذلك وفد بريطاني، بالإضافة للمسؤولين الإماراتيين والمسؤولين الإيرانيين اجتمعوا في الإمارات العربية المتحدة وناقشوا مسألة المفاوضات والعودة للاتفاقية النووية، بالإضافة إلى دور قطري في هذه المسألة للعودة للاتفاق النووي، ونشرت طبعا تفاصيل التي وضعت الآن من أجل أن تكون هنالك عودة للاتفاقية النووية. من نشرها؟ التفاصيل التي نشرت هي قادمة طبعا بشكل مباشر من نيويورك تايمز من ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، مسؤول إيراني وكذلك مسؤول أمريكي للعودة لهذا الاتفاق، وبالتالي هنالك شروط على الطرفين في هذا الاتفاق. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن عليها التزامات مهمة للغاية في هذه العودة للاتفاق النووي. أولى هذه الالتزامات هي أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مسموح لها أن تضيف المزيد من العقوبات على إيران، ولا تسعى إلى أي عقوبات مثلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مع الأمم المتحدة. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يجب أن تلتزم بعدم الاعتراض على الناقلات النفطية الأجنبية بأي شكل من الأشكال التي تحمل النفط الإيراني أو ناقلات النفط الإيرانية، يجب أن لا تعترضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن وبعد هذا الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك أن ترفع القيود المالية والعقوبات وعمليات تجميد الأموال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا الأموال الموجودة في العراق على سبيل المثال وهي مستحقات إيرانية
يجب أن يتم رفع القيود عن هذه الأموال وأن ترسل مباشرة إلى إيران، ولكن على شرط، يجب إيران أن تستخدمها على المستوى وفي المسائل الإنسانية وليست في المسائل الأخرى العسكرية وغيرها. هذا هو الالتزام، ومقابل طبعا أن تقوم إيران ببساطة بإطلاق سراح 3 إيرانيين أمريكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق سراحهم فهم محتجزين أساسا في الداخل الإيراني. كذلك أيضا في نفس الوقت يجب على إيران أن تلتزم في المسألة النووية وفي مسألة طبعا تخصيب اليورانيوم. على إيران بعد هذا الاتفاق ألا تعبر 60% في مستوى تخصيب اليورانيوم نهائيا، ويجب عليها أن تتعاون وتوسع مسألة التعاون مع المفتشين النوويين الإيرانيين، وأيضا في نفس الوقت يجب أن تلتزم بعدم استهداف المتعاقدين الأمريكيين إن كانوا في العراق وإن كانوا في سوريا. على مستوى طبعا نتحدث هنا الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق وفي سوريا، يجب أن تلتزم ويجب أن تأتيهم الأوامر بأن لا يقوموا بأي عمليات استهداف لهذه الأطراف. لاحظ الأموال التي تحدثنا عنها في الاستخدامات الإنسانية، وممنوع على الفصائل أن تواجه وأن تستهدف المتعاقدين الأمريكيين والأمريكيين في العراق وفي سوريا، وبالتالي نوعا ما الفصائل المسلحة ستكون بلا محتوى في ظل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها. أيضا في نفس الوقت بالنسبة طبعا لإيران، يجب أن تلتزم بعدم بيع الصواريخ البالستية في المستقبل إلى روسيا، وألا تنخرط في روسيا بشكل أكبر مما هو عليه الآن. وبالتالي هذه هي التفاصيل التي ذكرت على مستوى الاتفاق بحسب النيويورك تايمز كما نتحدث الآن، وكما نقلته طبعا النيويورك تايمز من تفاصيل. وهذه القصة كلها هي مناسبة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لسبب مهم للغاية، أن إيران ستتوقف كما تحدثنا من الانخراط في الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا أن إيران لن تصل إلى القنبلة النووية، وهو أحد الوعود المهمة التي التزم بها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. في نفس الوقت بالنسبة لإيران هي مسألة جيدة للغاية، أولا هم حافظوا على البنية التحتية الإيرانية، لا تفكيك لهذه البنية التحتية، لا نقل لليورانيوم المخصب والمخزن لها بأي شكل من الأشكال، وفي نفس الوقت تحصلوا على الأموال التي يريدونها وهم بحاجة كبيرة لهذه الأموال. ولكن بالنسبة للعراق فهنالك أمرين، هنالك أمر إيجابي، بأن الأمر الإيجابي بالنسبة للعراق بأنه سيتحصل على الغاز الإيراني بسلاسة عالية وبسلاسة جيدة، وذلك لأنه قادر الآن العراق على دفع الأموال من دون أي قيود أمريكية. عادة إيران تقطع الغاز الطبيعي على العراق بسبب تأخير في الدفعات طبعا القادمة للداخل الإيراني، ولكن في نفس الوقت أن العودة لهذا الاتفاق ستؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض سعر النفط في نهاية المطاف، لأن النفط الإيراني سيكون متاحا لأوروبا للعالم بأكمله، وبالتالي سينخفض سعر النفط بشكل كبير، وخاصة أن العالم مقبل والعالم يترقب طبعا كسادا وتوقعا بأنه سيكون هنالك كسادا على المستوى الاقتصادي، سيكون هنالك نوع من انخفاض في سعر النفط حتى بدون هذا الاتفاق، لكن هذا الاتفاق سيؤدي إلى انخفاض سعر النفط. والمشكلة أن الموازنة في العراق قد أقرت على أساس سعر برميل النفط أن يكون 70 دولارا، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة وخطيرة للغاية على العراق. ولكن أيضا في نفس الوقت أن مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية لم تناقش، هي ليست واضحة على مستوى نيويورك تايمز، لم تذكر مسألة الطائرات المسيرة بأنها ستكون شرطا من الشروط، وخاصة أن هذه الطائرات المسيرة لازالت تستخدم من قبل روسيا على أوكرانيا في 14 يونيو. على سبيل المثال تلاحظ لازالت طائرات مسيرة بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية تهاجم الداخل طبعا الأوكراني، 10 طائرات أسقطوا 9 طائرات. أيضا اليوم كانت هنالك طائرات مسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة قد استخدمت، أيضا نتحدث عن 20 طائرة، تقول أوكرانيا بأنها أسقطت 20 طائرة من هذه الطائرات التي كانت قد قامت بعملية الاستهداف على أوكرانيا اليوم. بالتالي الطائرات لا زالت موجودة وهي تطورها روسيا، وهي نوعا ما خطيرة للغاية. وأيضا في نفس الوقت أن هذا الاتفاق سيكون مهما بالنسبة للولايات المتحدة، ليس فقط لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط، ولكن كما نتحدث الآن على مستوى ما تخطط له ويخطط له حلف الناتو تجاه روسيا. فعلى سبيل المثال يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو قال بشكل واضح بأن الأوكرانيين الآن بدأوا بالتدرب على طائرات الـF-16، بل حتى
تفاصيل متعلقة من السي بي اس نيوز الأمريكية كانت قد أكدت بأن 200 أوكراني بدأوا بعملية التدرب ويتدربون على دبابات أبرامز على مسألة صيانتها أو حتى قيادتها، ودخلوا في الأسبوع الثالث من 12 أسبوعا من مسألة خطة التدريب للأوكرانيين، وبالتالي نهاية الصيف متوقع أن ترسل هذه الدبابات في الفترة القادمة إلى الداخل الأوكراني لكي يستخدمها الأوكرانيين وينجحوا في هذه العملية، وبالتالي إبعاد إيران عن هذا الصراع هو إضعاف لروسيا بشكل أو بآخر، زيادة الضغوط عليها، تخفيف التوتر على مستوى الطاقة، وتحقيق هجوم ناجح بالنسبة طبعا للأوكرانيين واستثمارات ناجحة للناتو وللولايات المتحدة الأمريكية. إذن ينضم إلينا حول هذه التفاصيل وحول هذا الموضوع.